ضيفتي النهارده هي ممثله لبنانيه بنكهه مصريه جدا، بدات حياتها الفنيه من خلال فيلم 45 يوم، وبعدها فيلم ولد وبنت، وكمان كان ليها بصمه واضحه في الدراما التلفزيونيه من خلال عدد من المسلسلات الناجحه، منها شوارع الخلفيه وتسعه جامعه الدول وبدون ذكر اسماء. بساطتها وعفويتها هو سر ارتباط الجمهور بيها، ومؤخرا لفتت انتباه الجمهور والنقاد ليها بقوه من خلال دورها المتميز في مسلسل اريد رجلا اللي بتقوم ببطولته امام النجم اياد نصار، واللي بيعرض حاليا على شاشات الفضائيه. معايا ومعاكم الفنانه الجميله مريم حسن، اهلا بيكي معانا على شاشه قناه دريم برنامج ستاند باي. اهلا بيك، ميرسي. جميل جدا شايفه على الشاشات، توقعتي النجاح ده للمسلسل وانت بتمضي؟ لا طبعا، وانا بمضي بيبقى نفسنا يعني ان هو ينجح، اي عمل الواحد بيعمله بيبقى يعني بيتمنى له ان هو يكسر الدنيا يعني. انا كان عندي شويه احساس ان هو يعني ممكن يبقى مختلف، الناس تحبه علشان هو نوع مختلف يعني رومانتك، واحنا بقى لنا فتره بعيده عن الرومانسيه شويه، يعني ما بتتقدمش قوي في الاعمال. فكنت حاسه ان هو هيبقى فارق، هيبقى شويه مختلف. هيبقى مختلف. بس رد الفعل بصراحه كان زياده كتير، كان اكبر من توقعاتي. ده حقيقي، وده طبعا اللي احنا شفناه كمان على السوشيال ميديا، وكان يعني بقالنا فتره ما شفناش مسلسل بيتعمل له الضجه دي على السوشيال ميديا. ايوه، وصور كتير وكوميكس كتير ويعني وهاشتاج بقى امينه وسليم انتشر جدا، فدي حاجه الحمد لله يعني، دي اكتر حاجه بتبسط الفنان لما بيعمل عمل وفجاه بيلاقي نجاح كبير قوي كده اكتر من ما كان متوقع، والناس حابه الشغل بتاعه، ناس حابه المسلسل بتتابع، فالحمد لله. عاوزك بقى تحكي لي يعني كواليس ترشيحك للدور ده جات ازاي، ويعني وبدايات كده كلامك في المسلسل ده، كان هل لي كان ليكي شروط معينه كان ليكي ولا وافقتي على طول؟ يعني عايز اعرف الكواليس بتاعه الموضوع. كان طبعا عن طريق شركه الانتاج، كلموني قعدت معاهم. اول ما رحت عرفت ان هو اريد رجلا، طبعا انا سامعه عن الروايه ويعني وعندي فكره كان عنها. انبسطت جدا انها إن يعني انهم هيعملوا مسلسل عن روايه معروفه الناس بتحبها جدا، ولما عرفت ان هو دور امينه فطبعا انبسطت بشكل مش طبيعي، ويعني وفي نفس اليوم انا مضيت يعني، حتى وهم حكوا لي وكل حاجه ومضيت، اتفقنا في نفس اليوم. ما خفتيش من تجربه ال 60 حلقه، وخاصه ان معظم الحاجات اللي اتعملت الفتره الاخيره معظم النجوم اللي اشتغلوا فيها ابتدوا يقولوا لا مش هنشتغل بعد كده مسلسل 60 واكتر من 60 حلقه، هل انت شايفه ده ممكن يجيب يعني يخلي عند الجمهور شويه رتابه او الجمهور يمل منه، ولا انت شايفه ان الموضوع مختلف مع التجربه اللي انت دخلتيها؟ والله انا في الاول كنت خايفه يعني، وانا قبل كده ما تجربه الستين حلقه دي كانت بالنسبه لي بتخضني يعني، لاني انا حتى كممثله ما بعرفش اقعد مع عمل لمده طويله يعني، ان انا اقعد شهور اصور و جايز ملتزمه بقى كمان
بالتواجد. انا عارف ان انت على طول بتسافري لبنان لاهلك. مش عشان كده خالص على فكره، عشان انت كممثل بت يعني خلاص انا هتقعد شهور تقعد مع شخصيه وبيبقى يعني انا بخاف ان العمل ما يبقاش حلو، فساعتها انت مش هتعرف كده تبقى بتشد الناس قوي. انما اريد رجلا، خاصه كمان لو بتشتغلي فيه والمسلسل اتعرض والشخصيه ما نجحتش، فانت بتشتغلي بالظبط كمان من غير نفس. يعني مش بس كده، يعني هو تجربة الستين والحلقات الطويلة وكده فيها مجازفة، يعني انها يا اما الناس تحبها وتكمل معاها للاخر يا اما لا، يا اما وانا كنت بقول دايما ان انا لا مش هشتغل مسلسلات طويلة. انما لما شفت لما يعني قريت اريد رجلا او لما تحكالي الموضوع، لا حسيت ان هو مختلف وفعلا يحتمل الستين، ودي حاجه لا حقيقي انا عايزه اعمل 60 حلقه او حتى 90 حلقه منه، لانه هو المسلسل كسر القاعده بصراحه. يعني هو كسر قاعده كمان انه المسلسلات الناجحه بس في شهر رمضان. ده يعني دلوقتي في مسلسلات بتنجح وبتتعرض في شهور تانية غير رمضان طبعاً. وبتحقق نسبة مشاهدة. فكلميني عن الموضوع ده وكلميني عن الزخم اللي في رمضان، وانت ايه رأيك في اللي بيحصل في رمضان؟ عدد المسلسلات الكتير في رمضان بيخلي المشاهد مش عارف يتفرج او يتابع، وانا مش عارفه ليه سباق رمضاني وناس كلها بتقعد طول السنه عشان تعمل مسلسلات بس في رمضان. انا شايفه ان العمل الحلو بيتشاف سواء كان في رمضان ولا بره رمضان، هو اللي بيفرض نفسه بالظبط يعني. والناس بتتفرج دلوقتي ما بقاش زي الاول، والمسلسلات اللي بره رمضان بقت متشافه بشكل كبير جدا وبتنجح والناس بتتابعها. لا انا رمضان الاعمال الكتير بتبقى يعني بتخنق حتى المشاهد او الصحفيين والنقاد، وبيبقوا كتير ومش عارف تتفرج، وطب انا هتابع الباقي بعد رمضان. ففي الاعادات بنوزع باقي السنه عشان تتفرج على الاعادات، وفي رمضان تتفرج على يعني على اتنين تلاته انت تنقيهم. انما لا بقى لنا سنتين او ثلاثه لا الموسم اللي هو بعيد عن رمضان المسلسلات متشافه بشكل كويس قوي. من اكتر بقى المشاهد اللي انت يعني تعبتي فيها في المسلسل، واكتر المشاهد اللي يعني اللي حبيتيها في المسلسل كانت ايه يعني؟ بص انا كنت حابه المسلسل كله على بعضه، فطبيعي ان انا بحب كل المشاهد، وهو ما بيبقاش مشهد انا حباه ولا، هي عشان بتبقى تركيبه شخصيه بيبقى دور على بعضه، فلازم تحبه كله يعني. انا فعلا حسيت ان انت وانت عروسه في الكوش، حسيت ان دي عروسه وعريس فعلا. يعني حسيت ان انت عايشه حياتك كأمينة بصراحة. ده حقيقي عشان أنا حباها، أنا حابة أمينة وحابة المسلسل نفسه وحابة القصة حابة الموضوع، فكنت بشتغل وأنا حباها يعني. طبعا ده يعني لما تحب عمل ولما تحب شخصياته هتلاقي نفسك يعني بطبيعية كده بتشتغل. بس. بالنسبه بقى للمشاهد بقى اللي انت كنت المشاهد بص ما فيش مشاهد قلقانه منها او مشاهد خايفه، هو بيبقى مرحله كلها على بعض زي ما انت شايف المسلسل، هو في مراحل في يعني في الاول خالص وفي النص، هي مراحل كمان نفسيه اكتر مش اكتر من انها مراحل عمريه. اكتر مشهد قريب لقلبك؟ لا مش فاكره، هو في مراحل ببقى انا قلقانه منها بقول طب دي هتوصل مش هتوصل. مراحل انا بالنسبه لي مفيش حاجه سهله يعني. بتعامل مع المشاهد كلها زي بعض، بس طبعا بيبقى في مشاهد صعبه، ساعات بيبقى في ظروف صعبه، ظروف تصوير صعبه، ساعات بيبقى في مش ضروري المشهد نفسه بس هو اللي يبقى صعب يعني. بس انما في اريد رجلا لانها يعني في يعني بتتلون شخصيه، في جرعه احاسيس ومشاعر، فانت هتلاقي فيها مراحل نفسيه كتير، ولسه ده هيظهر كمان في الجزء الثاني من المسلسل. عايز اقول لك ان المسلسل بجد جامد جدا، وفي كميه وجرعه مشاعر مش موجوده في مسلسل تاني مصري بصراحه. عاوز اعرف بقى، طبعا احنا شفنا ثنائيات الفتره اللي فاتت في تركيا زي مهند ونور، احنا بقى بنامل يا جماعه ان يبقى في ثنائيات كده الفتره الجايه. عاوز اعرف بقى يعني
يعني ايه اكتر مشهد في العمل ده حسيتي ان هو كان ليه رد فعل قوي من عند الناس؟ يعني يعني لحد دلوقتي انت في الجزء الاولاني، هو المرحله اللي هي قبل ما يتعرفوا على بعض، اللي هي مراحل الحب كلها اول ما يتعرفوا. هي المراحل الحلوه بقى. بالظبط، المراحل الحلوه جدا يعني. ده اللي احنا يعني كنا مفتقدينه حتى. فالناس عماله بتشبه الحاله، يعني ده بيحصل معانا كلنا، بيحصل مع كل بنت ومع كل ولد. فانت بتفتكر ايوه انا حصل معايا الموقف ده، ايوه انا يعني في حاجه شبه المشاهد دي. ده اللي اكتر حاجه الناس تفاعلت معاه، لانه حقيقي ولانه كلنا عشناه او بنعيشه. ودي مشاعر جوانا، هنفضل طول ما نشوف المشاهد دي او طول ما احنا في حاجه كده جوانا بتتحرك يعني. فدي مشاهد كلنا بنحبها يعني. فدي الفتره التعارف والحب، ولسه هيتجوزوا، ازاي هو بيقف معاها وازاي بيدعمها. ناس حابه برضو العلاقه اللي هي اتنين بيحبوا بعض مش عشان حاجه، بس عشان هما حقيقي حبوا بعض. فهم حابين الراجل اللي هو اللي بيقف جنب البنت، بيشاركها، بيبقى جنبها في كل ظروفها. والبنت برضو اللي هي بتحبه وما عندهاش اي حاجه في حياتها غير انها بتحب حقيقي البني ادم ده. فهي علاقه حلوه يعني، حب حقيقي كده مفتقدينه حتى، انك تشوف اتنين طبيعيين كده بيحبوا بعض بس. طب يعني مريم حسن موجود في حياتها شخص زي سليم كده يعني في حياتها الشخصية؟ والله أتمنى يعني. طبيعي في ناس كتير كده، ومش هقول إن مفيش، بالعكس فيه. وأنا دايما بشوف إن يعني إحنا دايما نلاقي، ما بنلاقيش طبعا البني آدم اللي هو في خيالنا طول الوقت، لا ده مش هنلاقيه. دايما بيبقى في حاجات ناقصه او حاجات احنا بنحاول نكمل يعني، ما بين قلبك وعقلك بتحاول انك انت توصل لانك تلاقي الشريك يعني انت مرتاح معاه. انا سمعت كمان ان انت برج الثور. انا برج الثور. هل انت رومانسيه زي ما بنشوفك في المسلسل كده؟ ساعات وساعات يعني. شخصيتك الطبيعيه فيها جانب من الرومانسيه زي ما احنا بنشوف؟ كنت حاسك طبيعيه جدا في المسلسل على فكره، ما بتمثليش. حاسك طبيعيه يعني. انا كنت مبسوطه بالحاله الحقيقه، وكنت مبسوطه بالدور نفسه زي ما قلت لك. وحاسه ان احنا بنعمل حاجه مختلفه، فحباها، حابه اعيش معاها يعني. انا رومانسيه يعني، ساعات رومانسيه ببقى شويه رومانسيه، بس انا يعني عمليه ورومانسيه مع بعض. لكن لما بحب بحب بجد، ومشاعري بتبقى موجوده وكل حاجه. بس بحاول طول الوقت ان انا يبقى برضو تبقى كمان يبقى في جزء عقلي شغال. لاني مع الخبره والتجارب وكده اللي بنمر بيها كلنا، بتكتشف انك انت لو مشيت ورا قلبك تماما يعني ممكن ما يبقاش هو ده الصح يعني. ممكن تبقى يعني بتتعب نفسك وبتضايق نفسك لو انت مش مع البني ادم الصح. وبرده كمان لو طول الوقت يعني بعقلك مش هتبقى مبسوط يعني، هتبقى مع حد بس مش مبسوط. فهتحاول ان انت من الاول خالص. مفتقدين الرومانسيه، بس لازم برده الرومانسيه يحكمها بالزبط العقل. وده فعلا سر نجاح المسلسل، انه في جانب رومانسيه وبعدين بقى مكتمل يعني. يعني الجانب الثاني، العقل راضي عن البني ادم اللي قدامه ده تماما. وهو بني ادم كويس جدا، وهي بني ادمه كويسه جدا يعني. ما فيش عندهم مشاكل نفسيه او حاجه مثلا تخليهم ممكن لو حبوا بعض ما يعرفوش يكملوا مع بعض يعني. ده في الاول. هاشتاج امينه وسليم طبعا تصدر السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. عاوز اعرف بقى منك، تابعتي الموضوع ده ازاي؟ وكان رد فعلك ايه؟ وايه اكتر التعليقات اللي يعني شفتيها كده وعجبتك، والحاجات اللي ضحكتك؟ لا تعليقات كتير جدا. انا طبعا موضوع يعني هاشتاج امينه وسليم انتشر، ودي من اكتر الحاجات يعني اللي بتبسطني. ده انا بالنسبه لي ده مسلسل تاني بعد كل حلقه لازم اتفرج على ده. ويمكن بالنسبه لي بيبقى ممتع بالنسبه لي اكتر من المسلسل، لاني بشوف رد فعل الناس وبيعلقوا. الفيدباك ده بيبقى مهم جدا. طبعا. وبعدين مش فيدباك يعني حد بيقول رايه وخلاص، لا هم بيعلقوا بخفه دم جدا جدا.
والبنات بيمسكوا الحلقه والمشاهد او كلمات او يعني اي كلام اتقال فيها او اي حاجه وبيعلقوا بخفه دم فظيعه، فبتبقى بالنسبه لك لا انا عايزه اشوف هما بيقولوا ايه يعني. فلا بتابع طبعا كل يوم. وكان ايه بقى احلى حاجه بقى؟ كتير جدا، كتير يعني. مش متذكره حاجه؟ لا فاكره حاجات كتير، مثلا امينه وسليم لازم يموتوا ومسدسات ومطوه جنبهم من كتر الرومانسيه. عقدتوا الناس يا بالظبط، عقدتوا الناس بجد يعني دعونا نلطم بصمت بالظبط وحاجات كتير يعني. وانا شفت برضو اغنيه كانوا عاملينها على الفرح بتاعكوا يارا و لا اغاني كتير برضو اتحطت وكانوا يعني المشاهد بتتقطع ويعني وبتبقى موجوده بتنتشر يعني، مشهد كذا مشهد كذا وصور كتير وعليها كلامنا اللي احنا كنا بنقوله. فالحمد لله بجد المسلسل كله مكتمل، كل اركانه مكتمله والناس كلها بتشتغل بجد بحب. وكمان النجمه سهير المرشدي عامله دور رائع، اكتر من رائع. وكل الناس بصراحه يعني، والنجم الجميل اياد نصار كله بيشتغل بجد باجتهاد وحاسس بجد انه مش بيمثله. ده حقيقي. اريد رجلا كانت التجربه الخامسه ليكي في التلفزيون، في الدراما. عاوز بقى اعرف التجارب اللي قبل كده. كان في 9 جامعه الدول، كان مع الراحل خالد صالح. عاوز اعرف بقى التعاون كان معاه ازاي، وهو ازاي في الكواليس، يعني كلميني شويه عن المسلسل ده. الله يرحمه، انا يعني انا كنت من انا كنت معجبه بيه جدا كفنان قبل ما اشتغل معاه، ولما اشتغلنا سوا بقيت بحبه كفنان وكانسان، من احلى والطف الناس اللي انا اشتغلت معاها. خالد صالح يعني ما بيتعاملش في التصوير على ان انا نجم، وانا بالعكس تحسه زيه زي اي ممثل تاني في العمل، حتى في مواعيده ملتزم جدا، اول حد بيجي، مذاكر كويس قوي، قلبه على الشغل، لطيف جدا مع كل الناس اللي بتشتغل. لا تحسه فنان حقيقي بمعنى الكلمه، وكانسان انسان. يعني مش فاكره معاه اي موقف كده حصل؟ لا هو مواقف كتير طبعا لما تقعد تشتغل مع حد لفتره طويله. وانا سمعت كمان ان كان في بينكم كيمياء كويسه يعني. جدا جدا بقول لك يعني، انا كنت مبسوطه جدا، كنت بستنى المشاهد اللي كنا يعني اللي كانت بتجمعني بخالد صالح، لان كنت حقيقي ببقى مستمتعه وكنت ببقى حاسه الكلام قوي، وهو كمان برضو نفس الموضوع. وساعات كنا بنقول يعني مش موضوع ان احنا مش بنلتزم بالنص، بس كنا يعني هو قال حاجه حسها فانا برد عليه، او انا قلت حاجه، فتحس ان لا عارف في 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 حاله حلوه كده في يعني في المشاهد. فالله يرحمه بجد، احنا افتقدناه جدا، ومن الناس اللي حقيقي مش هتتعوض يعني. ربنا يرحمه يا رب، يكون في مكان احلى. كلميني بقى عن الدور شويه، وكان يعني اثر ازاي الدور ده في مشوارك الفني؟ كنتي بنته، وكان في كيمياء عاليه قوي بينكم في التمثيل. هي كان بنته اللي مطلعه عينه طول الوقت، اللي هي طول الوقت عامله له مشاكل، وطول الوقت هي اللي عايزه الفلوس وعايزه يعني شغله باله، وهي طول الوقت اللي عامله له بتدبسه بتورطه في مشاكل. فده برضو كان، هو مش عايزه اقول ان العمل كوميدي، هو كان لايت كوميدي كده، والمشاهد كانت المشاهد دي كانت انا يعني الممثل بيبقى مبسوط وهو بيعملها، خصوصا لما يبقى قدامك فنان زي خالد صالح يعني، هو بيبقى مبسوط وبيدي في المشاهد ودمه خفيف جدا، فتلاقي نفسك بتلقائيه انت يعني متفاعل معاه. وانا الدور ده بالنسبه لي بحبه. انا ما كنتش متحمسه في الاول يعني، ما كنتش عايزه اعمل الدور، هو كان متحمس جدا. وبعد ما عملته اكتشفت ان انا فعلا كنت غلطانه، هو كان عنده حق يعني. هنتنقل بقى شويه لمسلسل الشوارع الخلفيه، بس الاول هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا مع الفنانه الجميله مريم حسن، وهنروح نشوف مشهد مع الراحل خالد صالح ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معايا. مش مع اخواتك ليه؟ مكسوفه من نفسي، مش قادرة أحط عيني في عينك بعد اللي عملته.
أنا مش جاي أحاسبك. أنا عارف إن يمكن السنين الكتير قوي ما عشتهاش معاكي كوني ما حسيتيش بيا كأب. يمكن الجفا اللي كبر كتير قوي بقى أكبر من الأيام اللي عشناها وقربتنا من بعض. أنا ما زعلتش من صرايا. صرايا عيلة صغيرة مش فاهمة بتعمل إيه. ممكن بس أنا زعلت منك أنت. أنا حسيت إن إحنا بقينا قريبين أوي من بعض وحسيت كمان إن ممكن أقدر أصلح اللي فات. لما مسكت إيدك ونزلت بيك السلم وأنت لابسة فستان الفرح زميل بابا وكيلي قربنا من بعض أكتر وحسيت إني بصلح اللي فات طول ما أنا مستني حفيدي ابنك. قربنا من بعض أكتر وحاولت أصلح اللي فات. أنا أسفة أنا غلطانة وندمانة على اللي عملته. مش عارفة عملت كده ازاي. أنا مش بالوحشة دي. أرجوك يا بابا سامحني. سامحني طبعاً سامحني. على فكرة أنا بفضفض معاكي. مش عارف انك حنين قوي كده. طلع لي دي كمان خلاص بقى. خلاص بقى احسن والله العظيم. والله هرجع في الجنة. خلاص عشان خاطر سامحني. سامحني مش زعلانه. ايه يا بنت انت؟ هو ايه بقى حكايه الافندي اللي جوه ده؟ مش ناوي يطلع بقى ولا ايه؟ وحشتني. فاضل كتير. ابني 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 اللبنانية ده قاعد جوه كتير. المصرية يا بابا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكمل حواري مع الفنانة الجميلة مريم حسن. وكنت عاوز أسألك كان ليكي دور في الشوارع الخلفية مع النجمة ليلى علوي ومع النجم جمال سليمان. كلميني عن دورك ده. وكنت عاملة البنت اللي هي حبيبة أبوها والكبيرة والموسيقى بالضبط سميرة. أنا الدور ده من أكتر الشخصيات القريبة من قلبي وشخصية بحبها جداً. سميرة في رواية الشوارع الخلفية للكاتب عبد الرحمن شرقاوي. طبعا عد يعني الأعداد الدكتور مدحت العدل والسيناريو حوار. أنا بالنسبة لي الشخصية كانت مختلفة جدا. والعصر يعني أو الثلاثينات كنا في فترة الثلاثينات ده كان بالنسبة لي جديد وبالنسبة لي حباه وعايزة أعيش الحالة دي وعايزة أعيش الزمن ده والكلام طريقة كلام الناس اللغة الأدب قوي 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 في الكلام والتقاليد حتى اللي كانت أو التحفظ والبنت اللي هي بتحترم جدا أهلها وأبوها وبتخاف يعني لو بصت لحد فده غلط إنها عملت حاجة. وهي كانت اللي هي يعني هي في أمه وأخته ومراته وبنته عشان هي أمها ميتة فهي بتلعب كل الأدوار.
وكانت هي اللي بتقف ما بينه وما بين جارته اللي هي حبها اللي هي نجمة ليلى علوي. أنا كان بالنسبة لي ده دور حلو قوي وشخصية مختلفة ومن جوه قوي وشخصية مركبة جدا وفيها تغيرات نفسية كتير قوي ومتلخبطة كده من جواها عارف، وحتى طيبتها أو كمان عدم ثقافتها وصغر سنها مع بعض مخليها، والبرضو الزمن اللي هي عايشة فيه مخليها مش ما بتعرفش تحكم على الحاجات، بيخلي الحاجات دي كلها النفسية من جواها عاملة لها كتمة كده. وطبعا رد فعلها دايما ساعات بيبقى حلو، ساعات بتزعل عليها، ساعات انا كنت متعاطفة معاها جدا يعني، حتى في كل مع كل الحاجات اللي عملتها في باباها انا كنت متعاطفة معاها جدا جدا يعني. هنروح بقى لشخصية سلوى، وهي برضو شخصية في حقبة زمنية برضو كانت مختلفة شوية، كانت في نفس متهيألي التوقيت هي تمانينات. لا هي تمانينات. كانت طبعا في مسلسل بدون ذكر اسماء واللي حقق طبعا نجاح كبير جدا. عاوزك بقى تكلميني عن الدور ده وازاي استعديتي له والتعاون مع كاست العمل وقد ايه العمل ده فرق معاكي يعني. انا طبعا بحب العمل ده جدا، وطبعا الكاتب الكبير استاذ وحيد حامد يعني انا كان نفسي اشتغل اي حاجه هو بيبقى كاتبها، ودايما هو بيشوف الامور وبيقدمها بطريقته. شخصياته كلها حلوه، ما فيش شخصيه كده تحس انها، بالعكس انت يعني تبقى معجب بكل الشخصيات. انا كنت مبسوطه بالبطوله الجماعيه في المسلسل، وكان في الشخصيات كلها تحسها كده عامله زي الضفيره مع بعض كده. دوري كنت بحبه قوي سلوى الصحفية، وحسن هو يعني عارف اللي هو زي صوت العقل كده في المسلسل. يعني كان ليا شرف كبير قوي ان انا اشتغل مع الاستاذ وحيد حامد، ودور طبعا فرق معايا، والمسلسل ككل يعني الناس حبيته جدا، وكان مختلف في موضوعه في القضايا اللي بيناقشها في الشخصيات بتاعته، فالحمد لله. بدأتي كدور بطولة في ولد وبنت، وبعدين عملتي أدوار تانية بعد كده. عاوز أعرف منك يعني حجم الدور بيمثلك إيه، وإمتى يعني امتى تقبلي دور مش بطوله او مش يعني امتى تتنازلي عن حجم الدور، يعني بتحسبيها ازاي؟ هي مش بحجم الدور، ساعات ممكن يبقى دور كبير بس ما بيعلمش، هو بيبقى موجود وخلاص. ساعات بيبقى دور اقل منه بس بيبقى حاضر وبيبقى محور في الأحداث، وبيبقى دور مهم يعني، بيبقى بيحرك حدث وليه لازمة في الأحداث يعني. ساعات ممكن يبقى عندك مشاهد كتير جدا بس بتعدي كده، دي ده بالنسبة لي مش دور، أو ده بالنسبة لي دي شخصية ما تعرفش أنت تركبها أو تشتغل عليها، إنما الشخصية اللي بتطلع منها حاجات وبتعرف تشتغل عليها وتعرف تركب وتعرف تتخيلها وتعيش معها وتحبها، لا طبعا هو ده الدور يعني. ولد وبنت ده طبعا بالنسبه لي كان تاني حاجه بعد 45 يوم. انا بحب الفيلم ده جدا، وعشان كان برضو مختلف بالنسبه لي، لان اول فيلم كان 45 يوم كانت هي البنوته الصغيره اللي في البيت اللي هي لما شعرها وبس، طبعا عندهم المشاكل الاسريه اللي هي واخوها احمد الفيشاوي وغادة عبد الرازق وعزة ابو عوف مامتها وباباها، فهو كان المشاكل بتاعتهم كده. عشان اطلع اغير انا كان عندي طبعا شخصيه شهد مختلفه وشخصيه مركبه ومختلفه تماما عن 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 نهال في 45 يوم، لان حتى في الشكل يعني الثانيه بنوته صغنطوطه في المدرسه، الثانيه موديل وعايزه تشتغل موديل ومش عارفه ايه ودماغ ثانيه تماما. انا كنت مستنيه نقله يعني حاجه، مش عايزه اكرر نفس الدور، فعشان كده بالنسبه لي الفيلم كان مهم قوي، ومهم ان انا انبسطت بيه لما جالي، وحبيت شهد جدا جدا، وحسيتها برضو شبه بنات كتير يعني، بنت اللي عايزه تثبت نفسها وانا هعمل اللي في دماغي لو انا شايفه ان ده صح، وطموحه جدا وعايزه تحقق نفسها يعني شبه ناس كتير. طب ايه رايك نروح نشوف مشهد من ولد وبنت؟ يلا نشوف مشهد من ولد وبنت. افتكرتك حامل مني؟ لا انت ما شفتش وشها كان عامل ازاي؟ دي كان فاضلها تكه ويغمى عليها.
اخيرا شفت فيها يوم سعديه دي جدعه بالتشهد. انت ليه ما قلتليش ان عياده مامتك في نفس شقتك ودخلت خبطت زي الهبله؟ تخيلي انت لو ده كان حقيقي. هو ايه ده؟ ايه؟ بس عايزه كنت هتبقى جوزي طبعا. ماشي بس تخيلي كده لو انت حامل. عيب. استني بس وانا طاير بيكي طيران. هخلف منك يا مجنونه انت. وبعد ما تخلف تسيبني وتروح دور لك على واحده تانية جسمها احلى مش كده؟ بالعكس. تعملوا كده؟ بالعكس يا هبله. ده انا اللي هغير من البيبي لانه هياخدك مني. يا سلام. بص انا ما عنديش مانع، انا مشكلتي ان انا لو بقيت حامل مفيش حد هيعاكسني في الشارع. يا جميل احنا في الخدمه. ايه البطن اللي خدت منك كتير دي؟ ولا الرجلين المنفخه اللي دبتها زي دبه الفيل دي؟ ولا الصدر اللي عامل زي الصدر؟ سامح. ايه العلامه اللي في رقبتك دي؟ ما انا قايل لك هشهد في التليفون وانت اللي ما صدقتنيش. وانت سبت نفسك يتعمل فيك ده عادي؟ انت مش قطعتيني قدام السينما يا شاه؟ هو انت يعني ما صدقت؟ انت بجد بني ادم مقرف. انت بتضحك؟ لا انت بس اللي شكلك يعني بيضحكني وانت متنرفزه. انت ما عندكش دعوه. يا شاه استني بس، رايحه فين؟ ما انا جاي معاكي. طبعا شخصيه شهد كانت شخصيه مركبه زي ما احنا شفنا كده، وكانت شخصيه كمان يعني حاسس ان هي كانت شخصيه يعني محوريه شويه في العمل، يعني طبعا الاحداث كلها الأحداث قائمه عليها. صح. بدايتك كانت من خلال السينما، بعد كده بقى اختفيتي شويه عن السينما. ليه يعني الدراما اخدتك من السينما؟ مش عارف هل ده كان يعني بارادتك ولا انت الظروف هي اللي عملت كده؟ كل الناس اختفت مش بس انا، يعني كل الناس راحت للدراما. احنا لما عملنا 45 يوم ده كان لو فاكر كان الازمه الاقتصاديه واعمال كتير وقفت، فكل السينمائيين تحولوا للتلفزيون وكل المخرجين، يعني كل المخرجين راحوا عملوا مسلسلات، فبالتالي طبيعي انت هتشتغل مع مين، فبتلاقي نفسك بتعمل يعني دراما تلفزيونيه زيهم بالظبط. ايه الدور اللي ممكن ترفضيه من قبل ما تقريه؟ ارفضه من قبل ما اقراه؟ لا لازم اقرا، بس ممكن ارفض دور هيتعامل ابقى عارفه ان الشركه مش هتهتم بالعمل نفسه، ان الشركه مش هتصرف على العمل او مش تهتم فيه، ابقى عارفه ان في مخرج وسيناريست مش هيطلعوا حاجه كويسه، فده ممكن اعتذر عنه على طول يعني. انما لا، احتراما طبعا لشغلتي واحتراما لازم اقرا، لكن ساعات ممكن بيجي لك حاجه زي كده تلاقي حاجه انت مش فاهمها او شركه انت عارف ان العمل مهما بذلت فيه مجهود مش هيطلع منه حاجه، فلا ممكن ده اكيد تعتذر عنه يعني. طب ايه الشخصيه اللي انت يعني بتتمني انك تجسديها في المستقبل او لسه ما تعرضتش عليك وبتتمني ان هي تتعرض عليك؟ لا لسه يعني اكيد طبعا. ما فكرتيش تعملي بنت بلد مثلا؟ الممثل طبعا بيعمل كل حاجه، مفروض ان هو بيعمل كل حاجه يعني. وانا بالنسبه لي يعني انا بحب انوع، ما بحبش اعمل دور زي التاني، بحب دايما ابقى بعمل حاجات جديده وحاجات مختلفه وانبسط وانا بشتغلها يعني. طبعا عايزه اعمل حاجات كتير انا ما عملتهاش، وبرضه يعني حاجات حتى لو كانت شبه حاجه انا عملتها بس الموضوع مختلف اعملها تاني، بس المهم يبقى الموضوع نفسه مختلف يعني، او انا اوظفها بشكل تاني. دي حاجه. انما اقول لك شخصيه معينه انا عايزه اعملها، لا ما فيش حاجه، او يعني لسه عايزه اعمل حاجات كتير عشان عايزه اقول لك انا عايزه اعمل كذا كذا. طب خلال الشخصيات اللي انت مثلتيها مفيش شخصيه كده تقدري تقولي لنا ان دي اكتر شخصيه اثرت في الجمهور؟ يعني لما بيشوفوكي اول ما بيشوفوك كده بيقولوا دي شخصيه. معرفش لا، بس يعني اعتقد شهد دلوقتي يعني. هي شهد زمان الناس في ناس كتير بتحب فيلم ولد وبنت، بس دلوقتي اكتر حاجه مفرحاني الناس بتقولي امينه. امينه طبعا. يمكن انا شايفه ان امينه دلوقتي هي ما بتزعليش لما بيقولوا لك امينه؟ لا لا خالص خالص، بالعكس انك انت مرتبط بالشخصيه، لا يعني بالعكس دي حاجه تفرحني. النجاح ساعات بقى بيحط الواحد في موقف ان هو لازم يحافظ عليه على طول. انا عايز اعرف بقى منك ايه خطواتك الفنيه القادمه هتمشي ازاي؟ وايه بقى الحاجات اللي ناويه ان انت يعني تحطيها لنفسك في المستقبل يعني عشان تحافظي على النجاح ده؟
بص طبعا اي نجاح يعني بفضل ربنا يعني سبحانه وتعالى، ده اول حاجه. تاني حاجه طبعا لازم انت تبقى مجتهد ودايما تحاول انك انت تطور نفسك. اي خطوه يعني تقربك او تعليك شويه او تطورك او حتى تخليك مكانك لفتره معينه، تحاول انك انت تجتهد عشان تحافظ عليها. انا ما فيش خطط يعني الفنان تحديدا، ما انت مش موظف عشان تقول انا في شهر كذا هعمل كذا في شهر كذا. لا، هي كل الحاجات بتمشي عكس ما انت متوقع او شبه ما انت متوقع، لان احنا بس اكيد في معايير واسس هتحطيها بعد كده علشان خاطر تحافظي على النجاح. بالظبط طبعا، اكيد لما بتعمل حاجه بتنجح اكيد مش هتبقى عايز تخسرها، هتبقى عايز تطورها. ويعني انا بشوف ده، ويعني اتمنى ان انا اعرف اعمله في الفتره اللي جايه. يعني الفنانه الجميله مريم حسن، شرفتيني ونورتيني. اشكرك، وكانت خطوه عزيزه جدا وحوار ممتع معاكي. انا اللي انبسطت جدا. شكرا لك. في نهايه لقائنا بشكر جدا الفنانه الجميله مريم حسن على وجودها معايا النهارده، شرفتيني ونورتيني. استنوني كل يوم جمعه الساعه 6 وفي الاعاده 5 صباحا. كمان شوفوا البرنامج اكتر على youtube.com/dreamtvchannel، وشاركوني بارائكم في البرنامج وتواصلوا معايا على ايميل البرنامج standby@dreams.tv، واكيد فولو مي اون فيسبوك @standby وز احمد صلاح، تويتر @standbyprogram. ولقائنا بيتجدد الاسبوع الجاي. So don't forget to keep your mind. Stand by.